طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف. هو ضايل عندنا محاضرتين، محاضرة اليوم ومحاضرة يوم الثلاثة. احنا بنكمل الآن شابتر الالترنيتنج كارنت سيركتس، بعد ما اتفقنا انه التيار المتردد بيعطينا سلبية انه التيار ملوش قيمة واحدة، وبالتالي له عدة قيم والقيم بتتغير مع الزمن، بصير عملية جمع القيم في شوية صعوبة. عشان نتعامل معها عرفنا حاجة بنسميها الفيزر. اتفقنا انه الفيزر عشان تصير محاكاة مع الفيكتورز، هو عبارة عن فيكتور بلف ضد عقارب الساعة، طوله بيمثل الماكسيمم فاليو للاي سي كوانتيتي، ومسقطه على الواي اكسس بيمثل لي الانستنتينيوس فاليو اوف ذا اي سي كوانتيتي. بالاخر بدينا نشتغل نشوف الدوائر التيار المتردد كيف متحللها وكيف نتعامل معاها. قلنا للار لما يكون عندي ار، طبعا الاي في كل الاحوال انا عندي الفي بتساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، هاي الفي تبعت السورس هيك بناخدها. لما يكون عندي ار طلعت الاي بتساوي اي ماكسيمم برضو ساين اوميجا تي، وبالتالي قلنا الاي والفي ار ان فيز، الاي والفي ار ان فيز، فقلنا اي اند في ان فيز. هذه لما يكون في بس ار. لما يكون في عندي ال طلعت اي بتساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص باع 2، وبالتالي قلنا الاي لاجز بيهايند في، الاي لاجز في طبعا 90 درجة، انه الاي بتأخر عن هذا ال 90 درجة. لما يكون عندي فقط سي لقينا اي بتساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي بلس باي اوفر 2، يعني اي ليدز في برضو الزاوية 90 درجة. هذه المعلومات اللي احنا عندنا. الان في الدائرة حطينا ار لحالها، وحطيناها ال لحالها، وحطينا سي لحالها، وتعرفنا. هي بدي اعمل شغلة تشمل الجميع، بدي احط الثلاثة مع بعض، سيريز ار ال سي اي سي سيركت، يعني قال لي هاي الثلاثة مع بعض. طبعا هذه الثلاثة بتغنينا عن كل الامور السابقة. ليش؟ لانه اذا اشتقيت هنا بدك ار لحالها اعتبر ال سي صفر، صح ولا لا؟ بدك ال لحالها اعتبر ار سي صفر، بدك السي لحالها اعتبر ار ال صفر، وبالتالي هذه المعادله او هذا السكشن بلغي لي الثلاث سكاشن السابقه، ما بطل لهم فائده لانه هذا بيشملهم تلقائيا. طبعا وين المشكله؟ بقول هي في بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، التيار كيف بده يكون شكله؟ هل بده يكون اي ماكسيمم ساين اوميجا تي؟ هل حيكون ناقص؟ واذا كان ناقص قديش الزاويه؟ وهل حيكون زائد؟ واذا زائد قديش الزاويه؟ تمام. وبعدين شغله ثانيه قلنا هذه ايش علاقتها بهذه؟ قلنا اي ماكسيمم بتساوي في ماكسيمم على ار، مظبوط ولا لا؟ او هذه بتساوي في ماكسيمم على اكس ال، مظبوط ولا لا؟ وهذه بتساوي في ماكسيمم على ايش؟ على اكس سي، على اعتبار هذه او، هذه ايش؟ ايش وحدتها هذه؟ برضو او، وهذه او. اذا انا بتعامل مع مقاومات وقلنا هذه مقاومه، المقاومه اللي احنا نعرفها هذه مقاومه الاندكتر، سميتها الرياكتانس، تمام، وهذه سميتها الرياكتانس بس انا سميتها اندكتيف، وهذه اسمها كاباسيتيف. واتفقنا برضو عشان نعمل ماتشنج مع الدي سي سيركتس انه في الدي سي سيركتس هذه بتساوي صفر وهذه بتساوي ما لا نهايه، عشان كده بنقولنا فور لونج تايم الملف عباره عن شورت سيركت، وفور لونج تايم الكاباسيتر اوبن سيركت، واوبن سيركت بتعني المقاومه بتساوي ما لا نهايه. تمام. الان بقول لي هدول كيف متوصلين شباب؟ توالي. لو جيت انا بدي احط فولت ميتر بين طرفين هدول النقطتين، فولت ميتر، الفولت ميتر ايش بقيس هو؟ اي قيمه من الاي سي سيركت؟ مش اتفقنا الار ام اس فاليو؟ صح ولا لا؟ احنا لما نقول الفولت ميتر بيقرا 220 فولت، وال 220 فولت هذه ايش هي؟
RMS value. تمام؟ هنا الـ RMS value على الـ R أنا بعرفها، والـ RMS تبعت الـ L عرفتها، والـ RMS تبعت الـ C بعرفها. هقيت بدي الفولتميتر إيش بدي يقيس. نفترض شباب إنه V RMS تبعت الـ R بيساوي 2، V RMS تبعت الـ C أو الـ L RMS بتساوي 3، و V تبعت الـ C RMS بتساوي 5. هيت أنا لما أكون هدوم تصنع التوالي، مش مفروض فرق الجهد بين النقطتين الأولى والأخيرة يتساوي الأول زي الثاني زي الثالث؟ هل يا ترى لو حطيت الفولتميتر حيقرأ لي 10؟ مش حيقرأ 10. ليش؟ بيقول لي لأنه هذه لما تكون 2 هذه ممكن ما تكونش 2. طبعا احنا هنا الماكسيمم تبعها خلينا نقول 2 وشويه، مزبوط ولا لا؟ وهذه الماكسيمم تبعها 3 وشويه او 4 توصل. بقول لي انت لما تكون هذه بدك تجمع هذه، لما تكون ماكسيمم خليها هذه، لو كانت الماكسيمم بقول لي هذه بتكون 2، هذه بتكونش لسه وصلت 3، ممكن تكون لسه 1، معناته ما ينفعش تقول 2 زائد 3، ممكن تقول 2 زائد 1، ممكن تكون هذه 0، ممكن تكون سالب، لانه انا عندي القيمه مره بتكون موجب ومره بتكون سالب، مره بتكون ماكسيمم مره بتكون مينيمم. اذا عمليه الجمع مش جمع عادي، زي لما كنا نجمع 4 و3 ممكن يكون 7 وممكن يكون 5 وممكن يكون لا هيك ولا هيك بحسب الزوايا اللي بتعملها اذا كانت فيكتور. فلما احط الفولت ميتر بيجمع ليش جمع عادي، وبالتالي لا اتوقع انه يقرا لي مجموع الفيز على كل واحد لحال، على كل واحد لحال. وعدنا هنشوف كيف. تمام، بيقول لي consider the circuit which consists of a resistor, an inductor and a capacitor زي ما انتم شايفين connected in series with an AC source. let هذه small المفروض تكون، انا هذه كلها سمولات. let V capital R and V capital L and V capital C be the voltage at some instant across each element. هذه الفي مش الماكسيمم، عند لحظة ما. طبعا لما اقول عند لحظة ما معناته هو حر. بيقول لي بقدر اعرف او اقول since they are connected in series the voltage across the combination جمع عادي. هذه جمع عادي، لكن بقدر اجمعهم 2 زائد 3 زائد 5؟ لا، هذه جمع كاني بجمع فيكتورز. هذه في، هذه بتساوي في ار زائد في ال زائد في سي. هذه في هي الجهد عند لحظة ما، ما هيش الار ام اس ولا هي الماكسيمم، عند لحظة ما. بالتالي هذه شباب ممكن تكون زيرو، ممكن تكون بوزيتيف، ممكن تكون نيجاتيف. هذه كذلك، هي لما تكون هذه ماكسيمم، هل بالضرورة تكون هذه ماكسيمم؟ لا، ولا هذه بتكون زيها. يعني ممكن تكون هذه ماكسيمم، هذه تكون سالب وهذه صفر، وبالتالي الجمع بيطلع مشكلة. هذه الماكسيمم، هذه سالب نقصت، وهذه زيرو ما اثرتش. كيف اتعامل معها؟ قال لي انت تعلمت حكايه الفيكتورز اسهل لك. طبعا انت ممكن تعملها معادله جبريه وتتعامل معها كرياضيات، بس بتكون المعادله الجبريه عشان فيها ساين وكوساين، وانتم عارفين الساين والكوساين في الجبر بيغلب، لانه التعامل معهم سهل. لما يكون في عندك فاريبل جوا الساين جوا الكوساين بيكون في شويه صعوبه. هذه امين، هيها احنا عارفينها. تمام، this voltage must equal to the voltage of the AC source. هذه المعادلة، هذه ايش بتساوي؟ بقدر اجيبها لحالها، وهذه لحالها، وهذه لحالها، ولها علاقة بايش؟ بيقول لي هذه بتساوي I هذه المفروض R I sin omega t. بقدر اكتبها هيك. ليش؟ بيقول لي انه هذه جهدها مع التيار in phase، مضبوط ولا لا؟ هذه بدي احط زائد باعه 2 وهذيك نقص باعه 2، فبصير معادله شويه معقده جبريا عشان احلها، فبديش انا احلها بالجبر، بدي احلها بواسطه الفيز ديجرام. كيف بدي اعمل الفيز ديجرام؟ To solve this equation we use the phase diagram. بدي اجيب الفيزرز. By letting the phasor representing I to be along the horizontal axis. قال لي كيف بدك تشتغل؟ قال لي موصلين على التوالي، صح ولا لا؟ في التوالي ايش المشترك؟ التيار. قال لي التيار ما هو مشترك، حطه عند اكسس معين. طيب التيار بدي احطه، طيب التيار بده يتاخر عن الجهد ولا بده يتقدم ولا بده يكون انفيز؟ بعرف انا مقدما؟ بعرفش. اذا انت بدك تفترض انه في زاويه بين التيار والجهد، هذه الزاويه حطها مجهوله، ما لكش دعوه فيها، وخلي الحل يطلعها. بالتالي انا بدي افترض
ما زال انا بدي احط التيار عند حد معين، بدي افترض انه التيار والجهد بينهم زاويه، فبقول لي letting supposing the current passing through each element which is the same due to their series connection to be given as، بقول هاي انت هذا فرضيه. انا اعتبرت التيار شباب بتاخر بزاويه مقدارها فاي، بتاخر، هذا افتراض. طيب قال لي لو افترضت وحطيت زائد، بقول له بتفرقش معايا، حط زائد حط ناقص بتفرقش، لانه فاي هذه ممكن تطلع بوزيتيف وممكن تطلع نيجاتيف، لانه لو هذه نيجاتيف بصير هذه بوزيتيف. يعني انا انت هنا بالفرضيه هذه بتقول اي لا بيكون ان فيز مع الجهد اذا كانت فاي بتساوي صفر، لا بيكون اي ليدز اذا كانت فاي سالبه، او اي لاجز اذا كانت فاي موجبه. بالتالي انت بالفرضيه هذه بتحط كل الاحتمالات اللي عندك، بس المهم فاي قديش تطلع عندنا بنشوف كيف تطلع. Where the constant phi is called the phase angle between the current and the applied voltage. خلينا نرسم شباب، كيف بدي ارسم؟ طبعا الان المعلومه اللي عندي بتقول الجهد والتيار في R in phase، الجهد والتيار في ال R in phase، هذه I هذه زيها بدها تكون in phase. VL دائما بتقدم لانه الاي بتاخر في ال ال، بتقول له حط زائد باع 2، وهنا في سي تمام. حكيت لو عرفت المعادله هذيك بتحط وبتشتغل اناليتيكال. بدي انا ارسم الان رسم، هاي رسمتي ايش بقول لي؟ بقول حط اي، عادي برسمها انا، هاي اي، اي انا ايش فرضته شباب؟ بتساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص فاي. اوميجا تي بدون الفاي تبعت الجهد، بهذه المعادله بيقول لي اي بتتاخر عن الجهد بفاي، اذا المفروض الفاي وين الجهد؟ هذا هو، هاي الجهد، هذه اي ماكسيمم، هاي زاويه فاي، هيك هيك الرسمه بتقول. انا عادي فرضيه هذه، لو حطيت زائد بدك تحط الفي ماكسيمم هنا، صح ولا لا؟ طب بتفرقش طبعا. قال لي هاي الفي ماكسيمم، طيب قال لي الان كيف في ار وكيف في سي؟ في ار والتيار ان فيز، اذا بتتوقع في ار وين تكون شكلها؟ هيها هاي في ار لانها مع التيار. بيقول لي في ال، انا بعرف انه التيار بتاخر عن الفي ال 90 درجه، اذا هي في ال، لانه التيار في الفي ال بتاخر عن الجهد تبع في ال ب 90 درجه. في السي العكس، هاي في سي. قال لي خلاص هيك انت رسمت، صار عندك ثلاثة فيكتورز بدك تجمعهم. بقول عشان اجمع هدول بنجمعوا بصير فيكتور واحد في ال ناقص في سي، مزبوط ولا لا؟ مع هادي بتاخذ جزء تربيعي فيثاغورس وبتشتغل عليها. اذا صارت القضية كالتالي، ما زال انت فرضت فرضيتك هاي اي ماكسيمم، الان هاي في ماكسيمم زي ما حكينا، وهي الزاوية فاي، هذا الفرضية تبعتك. قلت انت فرضيتك التيار بيتأخر عن الجهد بزاوية مقدارها فاي، ليش قلت بتأخر؟ حطيت سالب، ولو قلنا ممكن احط موجب، اه ممكن احط موجب، ساعتها هذا بده يكون هنا مش اكتر، بس هيك الرسمة. نتبع الكتاب تمام. بقول لي الان في ار بدها تكون هيك، متفقين؟ لانه المعلومة اللي عندي انه في ار واي ار ان فيز بتكونوا مع بعض. في ال بده يتقدم ب 90 درجه، هي 90 درجه. في سي بده يتاخر ب 90 درجه، هي يتاخر ب 90 درجه. انا في الكليه هي المجموع تبع الثلاثه، بس الان المجموع تبع هذا وهذا وهذا ما هوش 10 زي ما تو كتبت. يعني لو كانت هذه زي ما قلت 2 وهذه 3 وهذه 5 بيطلع 10، لانه كان هاي 2 وهي 3 وهذه 5 وهي 3 معناته 2 و2 الجزء التربيعي ل 2 زائد 2 2 جذر 2، اذا بطل 10، مزبوط ولا لا؟ اذا هنا مبينت على طول انه لو كانت هذه 2 وهذه 5 وهذه 3 صار عباره عن 2 و2 وايش بينهم؟ زي القائمه، فصار هيك 2 وهيك 2 وبصير عباره عن 2 جذر 2، اذا بطل 10 تمام. إذا دائما عملية الجمع زي الفيكتورز بتكون الجمع عادي.
تمام. قال كيف تجمعها؟ قال لي هدول كيفش عملهم انت ضلع واحد؟ عملهم ضلع واحد هذا هم. جي هذا حافظ عليه في ار، هذا صار في ال ناقص في سي وصار هيك. هاي في ماكسيما، هاي تقدر تطلعه بقول اه هذا فيثاغورس بقدر اطبقه ولا لا؟ فيثاغورس بقول اذا from the diagram we conclude that في ام بتساوي في ار تربيع زائد في ال ناقص في سي تربيع. زي ما انتم شايفين في ام بتساويش في ار زائد في ال زائد في سي، مع انهم متوصلين على التوالي، لكن ما سواش الجمع العادي. وتاني الزاوية اللي انا بدي اياها شباب، تاني الزاوية عشان اعرف الطيار اتقدم ولا اتأخر وقديش، بتساوي مقابل عمجاور المقابل في ال ناقص في سي على في ار. تمام، هيك انا بكون تقريبا حليت مشكلتي. الان في ام هذه بدي اتعامل معها. قال لي هذه مش هي انا كتبتها، لا كتبتها وهي راحت. الفي ار بتساوي اي في ار، وهذه اي في اكس ال، وهذه اي في اكس سي. اي 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 بيطلع برا اي ولا لا؟ بتصير في ماكسيمم مفروض تطلع اي الجذر التربيعي لار تربيع بلس اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. هذه طبعا ماكسيمم طلعت هيك. قال لي حلو، هذه جهد وهذه امبير، هذه لازم تطلع اوم، مزبوط ولا لا؟ هذه اوم. طيب هي اوم يعني مقاومه كليه، المقاومه الكليه في التوصيل على التوالي انا بعرف انه ار واحد زائد ار اثنين زائد ار ثلاثة. طيب بدل ار واحد هي ار، ار اثنين هي اكس ال، وار ثلاثة هي اكس سي. لكن لما جي جمعتهم ما طلعتش ار زائد اكس ال زائد اكس سي، طلع ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي تربيع. قال هذه سميها الزد الامبيدنس. تمام، سموها الامبيدنس. وهذه نفس العمليه، خلينا using the relations اللي توي انا كتبتها انه في ار بتساوي اي ماكسيمم في ار، وفي ال بتساوي اي ماكسيمم في اكس ال، وفي سي بتساوي اي ماكسيمم في اكس سي. هذول قوانين اوم عاديين، بس دائما تستبدل الار بالاكس ال وبالاكس سي لما تكون عندك ال او سي. فصارت عندي في ماكسيمم بتساوي اي ماكسيمم ار تربيع زائد هذه القميه، هذه الكميه ادوها الرمز زد. طبعا واضح وحده الزد ايش بده يكون؟ او، لانه هذه او وهذه او وهذه او، فهي او. وير زد ايكوال ذا سكوير روت اوف ار سكوير بلس ذا سكوير اوف ذا ديفرنس بتوين اكس ال اند اكس سي. تمام، وذ زد از كولد ذا امبيدنس اوف ذا سيركت وذ اتس يونت از اوم، ذا فيز انجل از ناو جيفن. والتان فاي احنا تو قلنا هي عباره عن في ال اصلا ناقص في سي على في ار، هيك اصلها. هذه عباره عن اي اكس ال، وهذه اي وهذه اي، اي راحت مع اي راحت مع اي، صفت على العلاقه هذه. الان اكس ال انا بعرف انه اكس ال بتساوي اوميجا في ال، واكس سي بتساوي واحد على اوميجا في سي. اذا مين بيحدد الزاويه فاي؟ بقول لي قيم ال وار وسي، قيم ال وار وسي. طيب انا عندي ثلاثه، لو انا بدي بس تكون ار ارجع للمعادله الاولى او الدائره الاولى، ايش معناته؟ لا في عندك كاباسيتر ولا في عندك اندكتر، معناته هذه صفر وهذه صفر، صح؟ لما تكون هذه صفر وهذه صفر، ايش زد بتساوي؟ ار عادي، زد ما فيش لا ال ولا سي، زد هي ار. يعني بمعنى اخر نرجع نقول زد مقاومه، لانه ممكن تساوي ار، هذه وحدتها اوم وهذه وحدتها اوم. فبقول لي لو كانت الاكس ال صفر والاكس سي صفر، يعني لا ال موجوده ولا سي موجوده، الزد هي ار، رجعت لدائرتك الاولى. طيب في دائرتك الاولى قديش كانت فاي؟ مش كانوا ان فيز؟ يعني قديش في زاويه بينهم؟ زيرو. قال لي لو هذه سوت هذه مش بتصير صفر؟ وش الزاويه اللي كانها صفر؟ صفر. اذا فاي بتطلع صفر، صح؟ طيب قال لي لو ما فيش عندك لا ار ولا اكس ولا كاباسيتر، لا ار ولا كاباسيتر، الصح انه فاي تطلع 90 درجه، مظبوط ولا لا؟ الفاي تطلع 90. قال لي
هذه صفر صار تاني الزاوية ما لا نهاية. ايش الزاوية اللي تانها ما لا نهاية؟ 90، هي 90 صح. طيب هذه صفر وهذه صفر، هذه صفر وهذه صفر، قد الزد اكس ال برضو صح. الزد ممكن تجعل الاكس ال وقت ايش؟ لما يكون لا في عندك ار ولا في عندك كاباسيتر. طيب لا عندك ار ولا عندك اندكتر، فيش عندك الا كاباسيتر، تتوقع زد ايش تساوي؟ اكس سي. هذه مش موجوده وهذه مش موجوده، زد هي اكس سي، منطقي. طيب الزاويه بيقول لي بدها تصير زائد باي على 2، اذا الزاويه لازم تكون سالب 90، هاي ما لا نهايه تمام 90، بس عشان انه انا هذه مش موجوده بالسالب، سالب ما لا نهايه، اذا الزاويه سالب 90. وانتم عارفين رسمه التان اذا كنتوا ذاكرينها في رسمه الكالكولس موجوده، اسمتوتس دائما عليها، عند كل 90 درجه في اسمتوتس، عندي 90 دائما بتكون ما لا نهايه لانه الساين والكوساين تمام. From the last two equations we conclude that، الكلام اللي انا حكيته بقول لي اول حاجه if the circuit consists only of a resistor، بس فيها resistor، دائرتنا الاولى with the source، يعني لا XL موجوده ولا XC موجوده، we have Z بتساوي R، امين منطقي لازم Z تساوي R، and the phase angle is zero، that is I and V are in phase، هذه صفة I مع R، هذه منطقة طلعت. بيقول لي if the circuit consists only of an inductor، بس inductor، اذا I لازم تكون lags، لازم تتأخر 90 درجة. بيقول لي اول حاجة R و XC صفر، اذا Z بتساوي XL، and the phase angle is 90 degree، لان في هذه الحالة تاني الزاوية equal infinity، and this means that the angle is pi over 2، that is I lags behind V by 90 degree. If the circuit consists only of a capacitor with the source، يعني لا R موجودة ولا XL موجودة، we have Z بتساوي XC، and the phase angle is minus 90 degree، that is I leads V by 90 degree. طيب قال لي الآن الثلاثة موجودين، طيب إيش بده يسوي الطيار؟ بده يكون مع ولا لاجز ولا ريدز؟ قال لي مع صعب، لأنه ما بكونش مع، أنا لا موجود لا إكس إن موجود ولا إكس سي موجود، صح ولا لا؟ هذول الاثنين موجودين، إذا ممنوع يكون إن. طيب قول لي طيب لاجز ولا ريدز؟ بقول الليدز صفة السي واللاجز صفة الال، بقول إذا السي أكبر مفروض هي اللي تفرض صفاتها، إذا السي هي أكبر مفروض تفرض صفاتها، إيه صفاتها؟ إنه الآي ليدز، بس في حدا شركة بيفرض كل شروطه؟ لا، كل مكان نصيبه أكتر في الشركة بيفرض شروط أكتر. هلقيت شي شركة إذا الإكس سي أكبر من الإكس إل، الشرط الأول إنه آي لازم ليدز تفرض، الشرط الثاني 90 درجة، بروح الإكس إل بقول لا أنا الثاني إلي حصة، بضبط 90 درجة، بصير ممكن 40 درجة ممكن 30 درجة بحسب قديش حصته. فإيش معناتها؟ بقول لي إن جنرال ثلاثة موجودين، إف إكس إل أكبر من إكس سي، شروط مين تنفرض؟ الإل، شروط الإل، شروط الإل إنه آي لاجز، the phase angle is positive and I lags behind V 90 درجة؟ لا، بزاوية فاي، مين بده يحسبها فاي؟ قيم XL وقيم XC وقيم R. In the other hand if XL هي القليلة و XC البعيدة الكبيرة، the phase angle is negative and I leads V، بصير صفة C هي السائدة، وبالتالي بيكون ال I leads لكن بزاوية مش 90 درجة. طيب بقول لي شغلة ثالثة، بقول لي انت قلت لي توي لو ما يكون ال XC وال XL مش موجودين، احنا قلنا Z بتساوي R تربيع بلس XL ناقص XC سكوير، حاجت لا هذه موجودة ولا هذه موجودة، قديش Z؟ آه. طب وقت ايش زد برضه بتساوي ار؟ لما هادي وهادي تساوي بعض ولا لا؟ اذا بيطلع ار. بقول لي لو هادي سوت هادي، احنا قلنا لو واحده تغلب الثانيه امين،
خلاص واحده بتفرض شروطها، فبالتنين يتساووا، بقول لي واحده بتفرض شروطها، مين ساعتها بنفرد؟ لا بقول لك انا معناته انتوا تقاتلوا انتوا حرين، انا بصير انا بفرض شروطي، بصيروا انفيز. في هذه الحاله قلنا تان الفاي بتساوي اكس ال ناقص اكس سي ام ا. اذا التنين صفر هذه ما هي حره فيش غيرها، هذول موجودين لكن بيساووا بعض برضه ار صارت تنزل صفر وصاروا انفيز. اذا انا حالتين ار بتفرض شروطها، اما لما يكون التنين غايبين او التنين موجودين وبيناطحوا بعض قد بعض بتنفرد بشروطها. بيقول لي وين اكس ال بتساوي اكس سي the face angle is again zero in this case and the impedance equal the resistance r and the current has its peak value. بيقول لي انت تو حكيت لي اي ماكسيمم بتساوي في ماكسيمم على زد، هذه زد هيها، هذه بتزيد لما هي تقل، هذه اقل قيمه لها ار لانه زائد، هذول لما يروحوا بتصير هذه قليله، معناته عند لما اكس ال بتساوي اكس سي هذه بتكون اكبر قيمه لها البيكس فاليو. بيقول لي وين اكس ال بتساوي اكس سي then the phase angle phi equal to zero in this case the impedance equal the resistance and the current has its peak value given by على ار على الزد اللي ساوت ار في ماكسيمم على ار. بقول لي عند هذه النقطة بقول الدائرة صار فيها ريزونانس رنين، إذا الرنين بيحصل وقت ايش؟ لما اكس ال تساوي اكس سي بتكون التيار صار بيك، وهناخده المرة الجاية. The frequency اللي بدي ارمزه بالرمز اوميجا نوت at which this occurs is called the resonance. يعني بقول لي لما اكس ال تساوي اكس سي، اكس ال تساوي اكس سي صار في عندك تيار وصل قيمته العظمى او زد بتساوي ار. قال لي مش هذه اوميجا ال وهذه واحد على اوميجا سي، بتقدر تجيب لي اوميجا؟ بقول له بقدر اجيبها. اذا وقتيش اكس ال بتساوي اكس سي؟ لما اوميجا تساوي هنا اوميجا نوت بتساوي واحد على الجذر التربيعي على ال سي. اذا لما اوميجا بتساوي جذر التربيع على ال سي بقول هنا صار في عندي ريزونانس اوميجا نوت عملتها، فهذا اوميجا نوت، هذا هو الفريكوانسي تبع الريزونانس. زي ما المره دي انا حكيت لكم انا كيف بدي اغير عليه. طبعا في اي دائره استقبال اذا دائره كهربائيه ساوت دائره جايه من برا بصير في عندك بيك، وبالتالي تقدر ترصده، بيكون مصمم انك ترصد انت قيمه معينه، بيكون عندك بيك وبتدخل الموجه جوا دائرتك الكهربائيه بتستقبلها وبتحولها. عشان في الاجهزه يستقبلوا اكثر من موجه بيكون لازمهم هذه تكون متغيره. في الراديو الشغله السهله اللي انتم دائما تعرفوها لما تغير من موجه لموجه هذه بتتغير شباب، السي بتتغير. لما تغير من موجه لموجه بغيروا السي. بقول لما تغير السي بصير الراديو تبعك الفريكوانسي الريزونانس فريكوانسي بتغير. انت بدك موجه البي بي سي بتجيبها، بتضلك تغير لما تصير اوميجا نوت تبعت الراديو بتصير ماتشنج لتبعت البي بي سي بتجيك. عشان كده بكونوا حاطين على الشريط كم ميجا هيرز وكم كيلو هيرز والشغلات هذه، هذه دائرة الراديو تبعتك تمام، وانت بيقولوا انه انا برضه ببث على هذه الموجه. اذا انت ايش بتسوي لما تغير من محطه لمحطه؟ بتخلي رنين دائرة الراديو تبعتك بتساوي رنين او تردد الموجه بدك تستقبلها. اول ما يصير ماتشنج بتخش الموجه وبتستقبلها وبتحولها لصوت وبتعملها، لانه الصوت بيكون محمل بالكترومغناطيك ويفز وبنتعامل معها على هذا الاساس. السي لا انت السي انا كنت المفروض اني جبت رسمه، خلينا بحكي عن الراديو القديم هلقيته وبعدين الناس العمليه بتعرف الفكره. الشيء الفكره تبعت الراديو القديم بيقول انت الكباسيتر هذا هو مظبوط بليد جوا بليد، لو عملته هيك قل ولا زاد؟ قال صارت الاريا بالاريا قلت. فايش الفكره؟ انت بتعمل هيك بهدول بتوديهم هيك هيك تمام، فانت لما تعمل هيك بصير كباسيتر صفر تمام. فانت بالضبط هي رسمتهم شباب بيعملوا الواح، لو انتم تفتحوا راديو
بيعملوا نص ديسك، هي نص ديسك بالضبط مجمعين بالبرغ اللي انت بتلف فيه، وفي نص ديسكات، مش نص ديسك بقى، نص ديسك ونص ديسك وهكذا، يعني لو اجيب انا ورقه 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 هيك، بس عباره كل ورقه عباره عن نص ديسك، هذه بتروح وبتيجي بالملف، بكون بدها تروح وتيجي تخش في نص ديسكات ثانيه، يعني ديسك هيك بيخش وبروح، تمام، بروح هيك وبيجي هيك، هذا بكون نص ديسك ونص ديسك. فلما انا اشتغل عليها بتكون سي بتتغير، فتغييرك للتيونينج زي المكتوب عليها تيونينج، هذا بيغير الكباسيتر، بيغير الكباسيتر جوا الدائره، فلما سي تتغير تغيرت اوميجا نوت بثبتوا ال، تمام، وبعد ما تغيرت اوميجا نوت انت غيرت من موجه لموجه وبتقدر تستقبل هذا الشغلات، تمام. نشوف الاكزامبلز، هذه اكزامبل سهله مثاليا، وبعدين بنشوف نحكي عن الامتحان. بيقول لي ان سيريز ار ال سي سيركت، طبعا انتم عارفين الامتحان النهائي شامل كل الشباتر، وبما انه الشباتر الثلاثه الاولى اخذت الفيرست ميد تيرم، والشباتر الخمسه التاليه اخذت السكند ميد تيرم، فكل واحد له حصه ب 20%، في ضايل علينا 50%، ما بنقدرش نعطيهم للشباتر اللي يضلوا الفاينل للكل، بس عشان يصير عادل بين الشباتر لازم الفاينل يكون الشباتر الاخيره وزنهم اكثر من الاولانيين عشان ولا شابتر يزعل، تمام. اما من اول الشابتر لاخر الشباتر، عشان كده احنا بنركز، وانا دائما بنصح الطلاب لما يجي يقراوا الفاينل يبدوا من الاخر مش من الاول، لانه الماده الاخيره بتكون ما قراتش بالمره، وبالتالي يبدا ويضمنها وبعدين يعمل سكاننج على الاولى، لانه هي الاولى تحتاج سكاننج مراجعه بمعنى اخر، مش دراسه من الزيرو بالطريقه اللي انت بدك اياها. شوف ايش الخبر بيقول او ايش المثال بيقول. ان سيريز ار ال سي سيركت، طبعا في الاسئله بدنا نجيبها احنا كسؤال فاينل، بدل ما اجيب سؤال ار لحاله، سؤال ال لحاله، سؤال سي لحاله، ما بجيب هذا، ما هذا مش مالهم كلهم ولا هذا هو. فبقول لي هاي سيريز ار ال سي سيركت، وي هاف في ماكسيمم بتساوي 120 فولت، ار معطيني اياها 200 اوم، سي ايكوال 4 مايكرو فراد، ال مش معطيها، عندك حتشوف طالبها، معطيني الفريكوانسي اوميجا، اوميجا تمام، عشان اللي بدي اجيب اكس ال واكس سي بدي اوميجا شباب، مظبوط ولا لا؟ لانه هي اكس ال اوميجا، اوميجا ال او اوميجا سي، مظبوط ولا لا؟ فاوميجا بتلزم، طبعا هم بديك الفريكوانسي عشان تقول اوميجا بتساوي 2 باي اف، مش قضيه هذه. بيقول لي فايند ال، بده فايند ال، طيب ال كيف اجيبها؟ انا عشان اجيبها بدي اكس ال، صح ولا لا؟ لانه لو عرفت اكس ال واوميجا عارفها بقدر اجيب ال، كيف بدي اجيب اكس ال؟ قال لي جيب اكس ال اذا عرفت زد، صح ولا لا؟ او اذا عرفت شغلات ثانيه. بقول طلع شو بدي اكتبها، فاي ذات ذا فولتج اكروس ذا كاباسيتر لاجز بيهايند ذا ابلايد فولتج باي 30 ديجري، بيقول لي بحيث انه كان عندك الجهد على الكاباسيتر بيتاخر عن الجهد الكلي، الابلايد فولتج يعني الجهد الكلي ب 30 درجه. لما تيجي تتعامل معها شباب الفيز ديجرام مش متعامل معه، بدي انا عندي فيز ديجرام بدي احفظه، انه التيار على الاكس اكسس، اذا في تبعت الار وين؟ على الاكس اكسس ان فيز، التيار بدنا ثبته على الاكس اكسس، اذا الجهد تبع ار على الاكس اكسس، تبع ال على الواي اكسس لفوق، تبع السي على الواي اكسس لتحت. هو قال لي هادي وين ما تغيروش، ها المشكله في هادي الفي ار وهادي الفي ال وهادي الفي سي، ايش بقول الان؟ هادي بتتاخر عن الكليه ب 30 درجه، اذا الكليه وين بتكون؟ هي هاي الكليه. طب انا بدي فاي، فاي هي بين مين؟ فاي بين اي وفي، بين اي وفي، اذا هاي فاي، تقدر تجيب فاي هلقيت ولا لا؟ ما 60 بس بالسالب عشان المربع الاخير، مظبوط ولا لا؟ او بقدر اقول هي الزاويه هذا هي 300 ممكن اعمل، تمام كل واحد تمام. خليها اذا انا اذا عرفت فاي انحلت كل المشكله، ليش؟ لانه ثاني الفاي بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار، اكس سي عارفها وار عارفها، جبت اكس ال بدور عليها، تمام. اذا بقول لي هاتها، بقول الان سينس ذا انجل فاي
is between the applied voltage and the voltage across R, يعني على التيار, and since the angle between VR and VC is 90, هذه 90 وهذه 30, إذا هذه phi بتساوي 60 بالساري, إذا هي phi طلعناها. قال لي إذا طلعت phi now جيب XC وجهزها. XC بتعرفها ما أنت, هي واحد على أوميجا C وأوميجا 2 باي في الفريكوانسي, طلعتها. هذه تجيب علاقة التان الفاي, تاني الفاي بيساوي XL ناقص XC على R, حق التاني الفاي التاني السالب 60 طلعتها. تمام, XL بعرفهاش, XC تو جهزتها وهيها والR معطية, بقدر أجيب XL ولا لا؟ لما أجيب XL ساعتها XL ما هي أوميجا L, إذا جبت L, وهذا هو سؤال سهل. إذا هذا سؤال بيعتمد على الفيز ديجرام, إنك ترسم الفيز ديجرام وتشتغل عليه. كيف الفيز ديجرام؟ بده فاي, بدي ما أقول لك الزاوية فاي, قال لك اكس في سي بتتاخر عن التيار عن الجهد الكلي ب 30 درجه, بدل ما يقول لك قديش الزاويه فاي, وقال لك انت لحالك طلع الزاويه فاي. السؤال اللي وراه تقليدي, المثال اللي وراه بيقول لي ان ا سيريز برضو ار ال سي سيركت الفي ماكسيمم 150 فولت. طبعا شباب هذه المعطى مرات ما نكتبهوش, هذا احنا بندي دائره, الدائره هيك مرسومه في الامتحان. طبعا هنا ايش بيقول لي ار قديش؟ ار 425 اوم ما فيش مشكله, سي 3.5 مايكرو فراد فيش مشكله, هذه 1.25 هنا اللي فيش مشكله. الفي ماكسيمم بدنا نجيها هيك, بقول في بتساوي 150 ساين اوميجا تي. هل لقيت في خصمه زي هذه في حدا بيرفع اصبعه يقول قديش ار؟ لما كل معطيات كل المعطيات في حد بيرفع اصبعه يقول قديش ار؟ تمام, يعني لما يقول لك في هنا في المثال فور ذا سيركت شون وبس, حقت سي قديش؟ مش معطيه. وهنا المعطيه في ماكسيمم قديش بتاخذها منها؟ مش واحد يقول لك وين في ماكسيمم؟ هيها في ماكسيمم. فمرات هيك بنعملها في الامتحانات. تمام, ايش بده؟ طبعا اوميجا معطى, طبعا حتى اوميجا هذه ممكن انا ما احطهاش هناك, احط هنا 377 تي وخلص, وبالتالي كل معطيات السؤال الان في الرسمه موجوده. ايش بده؟ ديتيرمين زد, زد هي عشان تجيبها بدك اكس ال واكس سي, اللي لازم تعرف انه اكس ال بيساوي اوميجا في ال واكس سي بيساوي واحد على اوميجا سي. شباب اتذكروا عشان في ملو خربطتوا في القوانين, انه ال بيرجع لسلك في الدي سي سيركت, اذا معناته السلك قديش مقاومته؟ زيرو, عشان كده بيكون اوميجا في ال عشان يطلع صفر. الكاباسيتر اتذكر في الدي سي سيركت بصير اوبن سيركت, يعني مقاومته ما لا نهايه, اذا لازم اوميجا تكون في المقام, لانه مرات الطالب بيخربط في المقام وفي البسط يقول هادي بادي, فربطها بهذه الشغله عشان ما تنساهاش. فايند ذا ماكسيمم كارنت ان ذا سيركت, الماكسيمم كارنت شباب ما هو سهله, او في ماكسيمم بس على ايش؟ على زد, على زد الكامله. تمام, وبعدين بده الفيز انجل فاي, هيها بعدين فايند ذا ماكسيمم فولتج اكروس ايتش اليمنت. لما يقول لي ايتش اليمنت ساعتها الفي بيساوي اي ماكسيمم في ار, الفي تبعت ال بيساوي اكس ال في اي, والفي تبعت سي بيساوي اكس سي في اي, والاي مشترك. سوليوشن بقول لي قبل ما تشتغل كل حاجه بدي اجيب الامبيدنس رياكتنسز, اكس ال بيساوي اوميجا في ال طلعتها, اكس سي بيساوي 1 على اوميجا سي طلعتها. هي مين مين بده يغلب شباب؟ الاكس سي. اذا بتتوقع صفات السي اللي هو التيار بيتقدم, يعني الزاويه لازم تكون سالبه, مظبوط ولا لا؟ من هنا, لكن ده كم زاويه مش عارفين, لكن قطعا هنا الاكس سي اكتر. حقيقة لو جيت قلت الدائرة مور اندكتيف ولا مور كاباسيتيف؟ مور كاباسيتيف, واضحة من القيم. هيا القيم وقتها بقدر اقارن لما تصير اوم مع اوم, هي اوم واوم, هذه 470 هذه 758, اذا صفات الكاباسيتر هي الغالبة, وبالتالي لازم التيار ليدز, وانا مفترضه من اول لاجز, اذا السالب هي اللي بتحل المشكلة. حقيقة بقول لي بعد ما تجيب تقدر تجيب زد, طلعت 513. تمام, الان the maximum current is given by I maximum بيساوي V maximum على الزد الكلية, الزد معروفة والV maximum معروفة طلعناها. الان the phase angle هاي قانونها, XL ناقص XC على R, وهذه كالكوليتر
كله معروف، بتطلع الزاويه شوف قديش عاد اتقدم ب 34 درجه. ما تقدمش ب 90 درجه لانه الشريك انه ال موجود، فرض التقدم طلعت الزاويه سالبه، لكن ما قدرش يفرض ال 90 درجه، فقط اخذ من 90 34 درجه، والباقي اللي اخذها او اللي عوضها هو ال. تمام. Not that since the circuit is more capacitive اللي تو حكيناها، the current leads the applied voltage but by an angle of 34 degree. تمام. For the maximum voltage across each element. الماكسيمم الكلية 150 شباب صح؟ بدي اجيب لقيت الماكسيمم على كل واحدة، زي تو حكيت لكم انه لما بدي اجمع الفولت متر مش حقرا الجمع عادي. طبعا الارمس والذي ماكسيمم بيشبهوا بعض. هذه طلعت 124. وهذه طلعت 138 وهذه طلعت 221، اجمعهم بيطلع 150؟ طبعا بيطلعش 150، مع انه هو ذاك كلي ومفروض تواصيل توالي، مفروض المنطق يقول جمع، لكن عشان انا بتعامل مع كاني فيكتورز بكونش الشغله بهذا الحاله. تمام. هذا سؤال لو شفتوا الفاينلز في اكثر من امتحان سابق هتلاقوا هذا السؤال كثير زيه مكرر، مش هو نفسه يعني مكرر كتير، يعني هو او اللي قبله بيكون دائما محط اسئله. طبعا عندنا شغلتين تانيه بسيطتين بديش اعملهم عشان نحكي عن شويه على الامتحان.